صباح الخير يا ليلى، يسعد صباحك. كيفك؟ تمام، انت كيفك؟ الحمد لله، دائما الحمد نقول لله. الحمد لله على كل شيء بحياتنا. صباح الخير لكم مشاهدي الاخباريه السوريه وين ما كنتوا مرافقين بصباحنا لليوم. مشوارنا الصباحي بلش معكم، ويا رب هذا النهار يحمل لنا ولكم كل الخير الصحه والسلامه، ودائما بنقول يا رب جبران الخاطر والرزقه الكريمه. مشوارنا الصباحي بلش معكم، وكالعاده اليوم ضيوفنا من مجالات مختلفه حيكون عنا جوله بالمحافظات السوريه لنعرف اخبار اهلنا واهم النشاطات والفعاليات. خلونا نبلش دائما نقول يا رب الجبران والرزق الكريم وتيسير الامور. يسعد صباحك يا ليلى. يسعد صباحك يا رشا، وصباح الخير لكل الاشخاص اللي عم يحضرونا. نهار جديد، يا رب يحملكم الخير، الصحه، الرزق وراحه البال، ويكون نهاركم مليء بالتفاؤل والمحبه والطاقه الايجابيه. مشاهدينا، مشوارنا الصباحي بلش في فقراته العديده والمتنوعه. رح نترافق بمحطاتنا الصباحيه، لكن مثل العاده رح نروح لفاصل ونبدا. يا نسمات بلادنا ودينا عبلادنا، يا نسمات بلادنا ودينا عبلادنا، اشتقنا تنلاقي الاحباب طولنا ببعادنا. ويا نسمات بلهجتها الحمصي والفرحة بصوت غناني وزقفة أمي وبي، اشتقنا للحلوة تلاقينا بلهجتها السوري والفرحة بصوت غناني وزقفة أمي وبي، للعنبات الحلياني بقلب الجرة منتظري، أنا والعنبات حسن مشتاقين يصيروا نخب بلادنا. يا نسمة بلادنا ودينا بلادنا، يا نسمة بلادنا ودينا بلادنا، اشتقنا تلاقي الأحباب طولنا ببعادنا. يا نسمة بلادنا ودينا بلادنا، يا نسمة بلادنا ودينا عبلادنا، اشتقنا تنلاقي الأحباب طولنا ببعادنا. وقبل ما نروح لنستقبل اولى ضيوفنا لليوم ونروح للفقره الطبيه كالعاده، ذاكره الايام واهم التواريخ اللي تسجلت بمثل هذا اليوم. اليوم 7 أيار عبر الزمن وسنين، شهد هاليوم كتير من الأحداث اللي كانت مفصلية. قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بمثل هاليوم من عام 1914 أول باخرة تعبر قناة بنما، وبعام 1920 تأسيس بنك مصر، وبمثل هاليوم من عام 1946 تأسيس شركة طوكيو لهندسة الاتصالات، وتغير اسم الشركة بعدين ليصير سوني، وكان أول منتج صناعي لها هو جهاز لطبخ الأرز. وبعام 1952 ظهور التطبيقات النظرية للدوائر المتكاملة واللي أصبحت نواة كل حاسوب أو جهاز إلكتروني. وبعام 1992 الانطلاقة الأولى لمركبة الفضاء الأمريكية أنديفور. وبعام 1998 شركة أبل تعلن عن جهاز آي ماك. وبعام 2002 تحطم طائرة مصر للطيران الرحلة رقم 843 بعد اصطدامها بجبل أثناء هبوطها بمطار تونس قرطاج الدولي. ومن أبرز الوجوه اللي أبصرت النور بمثل هاليوم من عام 1861
تاكور وهو أديب وفيلسوف هندي حصل على جائزة نوبل بالأدب عام 1913. وبعام 1939 سيدني ألتمان عالم كيمياء حيوي أمريكي حاصل على جائزة نوبل بالكيمياء عام 1989. ومن الوجوه اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 1805 ويليام بيتي رئيس وزراء المملكة المتحدة. وبعام 2007 رياض الهمشري وهو ملحن مصري. وبأولى محطاتنا الصباحية لليوم مشاهدينا رح تكون فقرتنا الطبية، رح نحكي فيها عن حبوب منع الحمل اللي تعتبر من أشهر وسائل منع الحمل، عن طريق وهي تعتبر حبوب تؤخذ عن طريق الفم، وأيضا هرمونات اصطناعية تشبه الهرمونات الأنثوية. يا رشا أكيد ليلى، اليوم موضوعنا جدا مهم، واليوم في معلومات جدا شائعة بين الناس ومخاوف بين النساء، منهم بيقولوا كثرة هاي الحبوب على مدى الطويل ممكن تعمل سرطانات، البعض بيقول ممكن تعمل عقم. اليوم شو هو هاد الهرمونات اللي بتحتويها حبوب منع الحمل؟ ايمت المفروض المرأة تروح لتاخذه؟ وهل اليوم في اسباب لتوقف هاد النوع من الحب؟ اليوم معلومات جدا مهمة بتهم كل صبية وكل مدام اليوم حابة انه تنظم حياتها الاسروية. حنروح فورا لعند ضيفنا لليوم وهو الدكتور اكرم الاحمر اخصائي نسائية وعلاج عقم. صباح الخير حكيم. يا صباح الفل. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك سيدتي. دكتور، مثل ما بنعرف حبوب منع الحمل انتشرت يعني بالعوين الأخيرة وتعتبر من أشهر أو أشيع الوسائل منع الحمل، لكن كمان إلى استخدامات طبية أخرى. تمام. خلينا بداية نعرف شو هي حبوب منع الحمل وأيما تم اكتشافها. سيدتي بنحكي هيك لمحة بسيطة. هلأ نحن بنعرف أنه إذا بدنا نحكي بالطب، التطور الطبي الرهيب اللي صار هو يعني في له فواصل محددة جدا دقيقة. مثلا أنه لما أول ما اكتشف شيء اسمه أنتيبايوتيك المضاد الحيوي، اكتشف وقتها بالخبز المعفن اللي واكتشف البنسلين من وقتها اللي هو كان أول أنتيبايوتيك، يعني هذا مفصل كتير كبير بتاريخ البشر. بعدين لما اكتشف الأسبرين يلي هو كمسكن آلام، بعدين اكتشفت استعمالاته الأخرى لالتهابات المفاصل ولتمييع الدم بلا 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 بعياراته المختلفة. إجا بعدين موضوع البيلز الحبوب منع الحمل يلي هي حقيقة فكرتها بديت من حوالي 120 سنة، بس بمراحل هيك لصار إنه بلشت التجارب السريرية الدقيقة عليها وبدأ استعمالها بنهاية حوالي وسط الخمسينيات بهذا الموضوع. هلأ هي بس لأعطي لأن يقول هيك الشغلة فاني إنه بالأول كان لما التقنيات كانت بسيطة صعبة شوي كان يحتاجوا لمبايض حوالي 85 ألف فرس أو حصانة يعني بين قوسين ليقدروا يطلعوا 12 ميلي جرام، مو 12 جرام، 12 ميلي جرام من هرمون البروجستيرون مثلا. فهيك كانت. بعدين صحيح. لما دخلت تطور الطب بلش بقى الاكتشافات الرهيبة تصير منها حبوب منع الحمل. هلأ المقدمة جدا جميلة اللي ذكرتوها أنه حبوب هي صح حبوب منع الحمل، ولكن هي هلأ الاستخدامات تكاد توازي من حيث العدد أنه استعمالات طبية لمعالجة أمراض نسائية. فهلأ إذا بدي أحكي أنه هي من حيث أكثر وسائل الحمل أماناً، إيه إذا أخذت بانتظام، وهلأ ممكن يتوضح معنا ليش، إيه هي من أكثر وسائل، بمعنى ما في نسبة فشل على استخدام حبوب منع الحمل بغرض منع الحمل. طبعاً وهذا قد يساعد البشرية بتنظيم الحياة الأسروية وتخطيط والبرمجة للحياة بلا بلا بلا. هي من جهة، ومن جهة تانية أنه قديش قلل من مشاكل ووفيات الأمهات أو السيدات لما يكون عندهم حمل غير مرغوب به وبدهم يتخلصوا منه بطريقة أو بأخرى. نسبة وفيات عالية ونسبة اختلاطات لاحقا بعمليات الكورتاج أو شيء. هلأ لا صار في تنظيم أكثر ومعرفة وأمان، فهي أكثر نسبة آمنة من حيث أنه لا يوجد نسبة فشل إذا أخذت صحيحة
وبمواعيدها. طيب دكتور، يعني معروف عن حبوب منع الحمل انه هي بتحتوي على هرمونات، خلينا هيك كرمال نطمن اليوم السيدات لانه مثل ما ذكرنا في مخاوف رح نحكي فيها، خلينا نوضح بدايه عن شو هي الهرمونات اللي بتتكون منها حبوب منع الحمل. تماما سيدتي. هلا نحن بنعرف انه المحور الغدي عند الانثى سواء بنت ولا سيده بيبدا من الغده الموجوده بالدماغ الهايبوتالاموس، بعدين غده النخامه، الغده الدرقيه يلي بتفرز كل الهرمونات. هاي الهرمونات وين بتروح؟ بتروح على المبيضين ليعطوا هرمونين، المبيضين يعطوا هرمونين، هرمون الاستروجين وهرمون البروجستيرون. تمام. طيب هلا الحبوب منع الحمل في طبعا منها كذا نوع حبوب، مثلا الى وحيده الطور يعني كل الحبات فيها نفس العيار من المادتين الدوائيتين الاستروجين والبروجستيرون. طيب هلا هدول الهرمونين، هدول الهرمونين بيقوموا بعمل بمعاييرهم الدقيقه جدا، انه ان احنا نوصل التارجت تبعنا، الهدف تبعنا نوصل لافضل تاثير دوائي مرغوب به وباقل اعراض جانبيه ممكن تعاني منها الانثى اللي عم تاخذها. فلذلك هون كانت في كثير ابحاث يعني لدرجه انه الفرق بين نقول مثلا من ماده كذا 50 ميكروغرام ولا 48 ميكروغرام، يعني ونحن عم نحكي بالميكروغرام طبعا هون الفرق كثير كبير، مثل ما قلت انه ناخذ افضل فعاليه باقل اثار جانبيه ممكنه. هلا اليه تاثيرها انه هرمون الاستروجين بيمنع الاف اس اتش اللي هو اللي بيجي على للمبيض مشان ما يطور جريب اباضي في بويضه ناضجه بالطور الاول الدوره الشهريه، يعني اول 12 يوم تقريبا. بيجي هرمون البروجستيرون، مثل ما قلنا انه فيهم هرمونين استروجين وبروجستيرون حبوب منع الحمل، بيجي البروجستيرون بيمنع نبضه ال اتش اللي بتحرر الاباضه. هذا يعني اليه العمل الاساسيه. طبعا ابحاث بينت انه بياثروا على افراز مخاطب الرحم، على المواد المفرزه من الانابيب، على حركه الانابيب بالدوديه من قلها يلي بتجيب البويضه من المبيض بشكل تجيبها لتلاقي النطفه، كان اذا كان في رغبه بده يصير في حمل ليتم الالقاح بالبوقين. يعني اليه تاثيرها جدا جدا جميله، ولكن التاثير الاساسي انه من اول طرب الدوره بيمنعوا تشكيل جريب في مسيطر في بويضه جيده لقبول التخصيب، والثاني يلي بيمنع دفقه الهرمون يلي بتفجر الجريب تطلع البويضه منه. فاذا هي اليه التاثير تبعيتها. هلا هون من قلنا العيار يلي بدنا التاثير المقبول باقل اثار جانبيه جيده. طب دكتور، من هنا السيدات اللي محظور عليهم استخدام حبوب منع الحمل اليوم، وشو اشياء السلبيات اللي ممكن تسبب لهم اياها لهدول السيدات؟ السلبيات يعني اذا المقصود التاثيرات الجانبيه، هلا لكل انثى يمكن بيتهيأ لي انه في إلى تركيبه هرمونيه بتناسبها اكثر من تركيبه هرمونيه اخرى. اوكي، بس من هي التاثيرات مثلا بنقول انه شوي اعاده توزع الشحوم بجسمه، هذا كثير البنات الصبايا بيخافوا منه، وخاصة لأنه مثل ما حكينا بداية الحلقة أنه هي في إلى معالجات كثير أخرى غير موضوع بس منع الحمل، مثل البي سي أو تكيس المبايض بعد كيسات المبيض بلا بلا بلا، أنه هي الأكنية الحب الشباب اللي بيطلع، الشعرانية يلي هو يعني الخط الأول بالعلاج هو بيكون حبوب منع الحمل. فلذلك هلا ما بقى يعني بتمنى انه يوصل هذا الوعي انه الاهل بالبيت او الاب بالبيت انه ما يستغرب وجود علبه فيها حب مانع بدرج بنته يلي هي بنت لسه ما لم تزوجه، لانه اكيد هي بتكون عم تاخده لسبب اخر غير منع الحمل. فمن التاثيرات الجانبيه اللي ذكرناها انه اعاده توزع الشحوم ممكن يعمل شوي احتباس سوائل شوي اضطراب بالمزاج. تمام. هلا وهي النقطة خلينا نحكي شوي فيها إذا سمحت، اضطراب المزاج، إنه أغلب هي الأعراض خاصة اضطراب المزاج أو نقص الليبيدو نقص الرغبة أو زيادتها هي أعراض ترقبية، يعني الوحدة لأنه سمعت من رفيقتها إنه لما أخذت حب المانع عصبت بالعدوى، فأنا هلا بدي أخذه وبدي أعصب وراح أعصب كمان، فأعراض ترقبية هي بتصير الحكاية. يعني بجوز نفسية دكتور وهم تكون القصة؟ لا هلا في جزء منها يمكن ما بيطلع أكثر من 10% هو تأثير حقيقي، يعني كثير أوقات بنسمع بعياداتنا بتقول لك المريضة الدكتور الدواء جنني،
عملت خناقه انا وخطيبي, عملت خناقه انا وزوجي, انا ورفيقي اللي هو على اولادي بالبيت على الصبط, نقول لهم بس روقي شوي عليها, وخاصه اول كم حبه وممكن كمان اول كم شهر بعدين الجسم بيتعود عليها. فاذا هي هي التاثيرات الجانبيه يلي قادرين بشويه انه حوار اكثر مع المريضه تماما. تفهم وافهام المستخدمه لها انه ممكن يساعد انه تخلص منها, وخاصه انه كلها قابله للعكس. يعني قلت لك وحده انه شوي تم اعاده توزع الشحوم عندها بمنطقه الارداف والبطن, من اللي هي متى ما وقفت الحب لما انتهى فتره استعماله بغض النظر عن السبب تتراجع هي القصه. اما العقابيل الاختلاطات اللي مثل ما سالتيني انه مين اللي بنمنعهم, هلا نحن هون في بعض حالات مثلا يلي عندهم نشبه دماغيه, صار عندها كلمه نشبه يعني خثره او جلطه بالدماغ او شيء, او عندها التهاب وريد خثري عميق يلي ممكن يصير عند البنات وعند السيدات الحوامل خصيصا, وهذا اللي هلا طبعا ما بنعرف سببه, بالرغم من انه اغلب الابحاث بتقول انه هن مو الحب البيلز الحبوب منع الحمل هي سببت لهم هالحاله, لا ابدا, هي فقط انه هن عندهم استعداد بنيوي ناطر اي نكشه صغيره لحتى يتفعل عندهم هذا الاختلاط. وقد يكون اي نكشه يعني غير حبوب منع الحمل حتى, بس زياده احتياط نحن بنقول انه بهيك حالات ما بنعطي حبوب منع الحمل, او انه بنعطي حبوب بجرعات منخفضه جدا تكون تركيبتها من الاستروجين والبروجستيرون مع مراقبه للحاله, بيكون لها نفس المفعول كونه نحن نزلنا ما هو ما هو قلنا بدنا ناخذ شكرا صحيح. شكرا, بدنا ناخذ افضل جرعه ممكنه بس أقل, باقل اقل اقل يلي ناخذ الفائده المرجوه وباقل اثار جانبيه ممكنه. هي الحالات يلي بنقول هلا في بعض حالات ثانيه يلي مثبت عندها انه في عندها سرطان رحم او عنق رحم او سرطان مبيض او سرطان ثدي يلي عندها اياها الاصابه, اما ما هو بسبب مثل ما هلا يمكن هون. دكتور خليني بس اقطعك بعد اذنك, اليوم الناس او خلينا نقول السيدات يعني قال عن يعني يقال بين السيدات مثل ما قلنا اليوم صبيه بتاخده بتقول لرفيقتها انا عصبت فصارت تعصب يعني بدون ما تاخده بالزبط خلص ترقبت الموقف هي ولبست الحاله يعني, وبيقولوا لك انه انا كيف بدي اخده انا ما عندي مثلا بيبي ممكن يصير عندي عقم او ممكن فلاني قالت لي ممكن يصير بعد امراض الامراض السرطانيه ضمن الرحم. خلينا نصحح هاي الفكره لكل السيدات يعني. طيب سيدتي تعالي نتفق على شغله انا وياك, يلا رح نقول معلومات بيني وبينكم وبين المشاهدين سر. اوكي سر, هذا ما حدا بيعرف. تفضل دكتور. رح نقول انه خاصه يعني نحن نتخيل في قدامنا هلا ظرف حب مانع بديت فيه السيده باليوم الثالث او الرابع او الخامس من البيريود تبع من الدوره الشهريه, اوكي, خاصه اول كم حبه اذا بتنسى حبه منهم حبه منهم وبتكمل ثاني يوم وبقيه الايام بقيه الظرف ممكن يصير عندها حمل. والشيء يعني جواب لسؤالك بدقه انه مشان العقم انه بقيه الحبات اللي اخذتهم ممكن هن بقى يتحولوا يلعبوا دور داعم للحمل, مو انه بيروحهم تثبيت بيثبتوا للحمل. فلذلك من ناحيه موضوع العقم بنقول لهم ما تخافوا منا هي النقطه على الاطلاق. والدليل الدليل على الكلام شيء طبعا ما هو موجود ببلادنا, ببلاد الغرب انه اغلب البنات هنيك وهن بالهاي سكول او بالكوليج بالجامعه وهيك بياخذوا البيلز لانه بيكون فيهم علاقات مع زملائهم بالجامعه, طيب وبياخذوا الحبوب كلياتهم, لو بيصير عقم كانت انقرضت اوروبا وامريكا راحوا فنوا يعني. طيب فلذلك اذا ما حيت موضوع العقم بنقول لهم لا تخافوا من هي النقطه. هلا نجي بقى لموضوع السرطانات, وهون بدي اقول معلومه جدا هامه اذا بتسمحوا لي. تفضل. خلينا نقول نحن شو اكثر سرطانات تصيب الانثى واكثر شيوعا يلي هي يعني بتتعرض لها, نبدا فيهم وحده وحده يلي مثلا اول شيء فيهم مثلا سرطان بطانه الرحم, اوكي. طيب سرطان بطانه الرحم ارجو الانتباه انه اي متعاطيه للحبوب منع الحمل وخاصه اذا اخذتهم الدراسات بتقول على الاقل 11 شهر متواصله, إذا بتاخذهم 3 سنين بقى هيهم دراسات المضبوطة بدقة تنقص من نسبة الإصابة بسرطان بطانة الرحم بنسبة 50%, وبتعمل دور وقاية من الإصابة على الأقل 15 سنة لقدام.
هي تنظيم هرموني بالنهايه بدقه يعني. لانه الابحاث كثير دقيقه هلا، والكيمياء السريريه او الجزيئيه هي اللي بتصنع دقيقه جدا. هي على سرطان بطانه الرحم. طيب اذا بدي اخذ سرطان الثدي يلي بخافوا منه، سرطان الثدي اذا المريضه سيده ما عندها سرطان الثدي مثل ما قلنا انه هي نحن ما بنعطيها، بس يلي ما عندها تساهم ب كمان لحوالي على الاقل 15 سنه بنسبه 60% من الوقايه انه تصاب بسرطان الثدي. وفوق معلومه كمان مشان موضوع الثدي، انه نحن بنعرف كثير من البنات هلا يلي عندهم داء كيسي ليفي او داء غدي ليفي اللي هن امراض او ادواء سليمه بالثدي موجوده، ممكن يكون كذا وحده. انت اسالك عنها كذا وحده اه والله شو انه ممكن تاثر حبوب منع الحمل العصبيه اللي عندها كتل داخل الثدي؟ اذا كتل سليمه قصدك انه داء كيسي ليفي او داء غدي ليفي؟ لا سليمه. اي السليمه هي هلا بالثدي في له ميزه، الكتله يلي بتبدا سليمه فيه يعني داء الكيسي ليفي او الغدي ليفي هذا سليم كل العمر. تمام، حتى لو طلب مراقبه كل 6 اشهر؟ لا مفروض للاطمئنان. للاطمئنان يعني. طبعا هلا او اذا شيء كبرت كيسه عندها او شيء. طيب هلا نحن بنعرف انه بالدراسات الاستخدام الحبوب منع الحمل حوالي 2.5 لثلاث سنين تقي من زياده عدد الاكياس او داء الكيسي الليفي او الغدي الليفي، هي الافات السليمه اللي سالتيني عنها حضرتك، تقي منها بحوالي نسبه كمان 50%، انه بدل ما يكون عندها 10 12 كيسه ممكن تكونوا 4 أو 5. فاذا هي لا تحول افات لخبيثه وتقلل من نسبه او زياده الافات السليمه الموجوده بالثدي. طيب اجينا على سرطان المبيض. سرطان المبيض يلي هو يعني شيء مرعب هذا، لانه لا ما بيعطي اعراض الا بيكون بمراحله النهائيه، يعني مثل سرطان البروستاتا عند الرجال نفس الشيء. طيب بسرطان المبيض انه يعمل وقايه بنسبه لا اقل عن 40-50%، ما يصير في عنا سرطان مبيض استخدام حبوب منع الحمل لثلاث سنين او 4 سنين. اذا نحن عم نحكي عن انجاز علمي مهول مهول من ناحيه الوقايه من السرطانات اللي تصيب الانثى، وليس انه مثل ما هو يعني نوعا ما شائع انه دكتور بيعمل لي سرطانات. هلا امتى ممكن هي المخاوف موضوع السرطانات بصير فيه منا خوف اكثر نوعا ما؟ اذا قررنا نعطي السيده او البنت انه بعد ما بتوصل للمينوبوز اللي هو سن الياس او سن الحكمه وقطعتها الدوره او بلشت تجيها اعراض انقطاع الدوره الشديده، الهبات والتعرق وبلا بلا بلا واضطراب المزاج والشفاف وهيك، انه اذا بلشت بدها تاخذ نعطيها شيء اسمه HRT يلي هي الهرمون ريبليسمنت ثيرابي، المعالجه المعيضه بالهرمونات لنضل نجيب لها دوره، ممكن نضل نجيب لها اياها 10 سنوات. انه هم تقول دكتور بده يزيد عندي الاصابات بسرطان الثدي، ما هو نحن بنقول بهيك حاله بهيك حاله هي مخاوف هون كثير كبيره، بهيك حاله نحن بنعطي ولكن بعد اجراءين يلي نحن وياكم كاعلام كثير اشتغلنا عليه بالشهر الوردي بشهر 10 يلي هو الاجراء المسحي بالايكو والماموغرام للثديين والباب سمير لطاخه عنق الرحم. لما بيكونوا سليمتين وما في عنا مضاد استطباب مثل سألتيني عنه قبل شوي إصابات قلبية أو دماغية مثل ما قلنا، أنه لا تأخذها بكل أمان. هلأ في شغلة تانية بيخافوا منها يلي هو أنه الدكتور بيعمل ارتفاع ضغط، أنه ممكن يعمل ارتفاع ضغط شرياني عندهم. الحقيقة النسبة يا دوب 1-2% يلي ممكن يرفع له الضغط الشرياني حبوب منع الحمل، والحقيقة قادرة بشوية توصيات من هالويت من 1 أو 2% النسبة تبعيتهم ضئيلة جدا، انه بشوية توصيات تخفف ملح وهيك بتخلص من انه يطلع عندها ضغطها. وبنفس الوقت من بعض التأثيرات الجانبية اللي حكيناها بأول حلقة، احتباس السوائل وعادة التوزع الشحمي. ورح اقول شغلة صغيرة ما رح يستغربوها الناس هلا، انه استخدام حبوب منع الحمل يعدل من التركيبة الشحمية للكوليسترول وتريكليسيريد يعني الشحوم الثلاثي والكوليسترول، يعدلها للشكل المفيد اكثر من الشكل الضار. نعرف في شكلين مفيد وضار. فاذا نحن عم نحكي عن موضوع جدا جدا هو انجاز هام لكل البشريه. دكتور معلومات كثير مهمه قدمت لنا اياها اليوم بصباحنا، بدنا نتشكر حضورك معنا الدكتور اكرم الاحمر اختصاصي نسائيه وعلاج العقم، شكرا لحضورك. يا ميت اهلا وسهلا. شكرا حكيم لكل شيء ذكرته، ودائما بنقول بالصحه والسلامه لجميع السيدات. انا استمتعت كثير بهالحلقه معكم. اهلا وسهلا دكتور، وان شاء الله يكونوا مشاهدينا وصلت المعلومات ان شاء الله. شكرا يا هلا.
نحن أكيد مكملين بباقي فقراتنا الصباحية. وقبل ما ننتقل لنستقبل ثاني ضيوفنا لليوم كالعادة خلونا نكون بموجز لأهم الأخبار لليوم مع زميلتنا نور إبراهيم. صباح الخير يا نور. صباح الخير إليك رشا، وأكيد صباح الخير لليلى ولجميع مشاهدي الإخبارية السورية. موجز لأهم الأنباء مع بعض الفاصل. موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. التقى السيد الرئيس بشار الأسد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، وبحث معه تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب والتنسيق الفعال لضبط الحدود وملاحقة التنظيمات المتطرفة وفلولها التي تسعى لاستهداف أمن سوريا والعراق. وشدد الرئيس الأسد على أن الإرهاب الذي يعتمد أسلوب القتل وسفك الدماء واحد في كل مكان في العالم، مشيرا إلى أن داعمي الإرهاب في سوريا والعراق هم نفسهم داعميهم في أماكن أخرى مهما تعددت مسميات تلك المنظمات الإرهابية. ونوه الرئيس الأسد بصمود وقوة الجيشين السوري والعراقي اللذين كانا الأساس في تحقيق الانتصارات المتتالية ضد الإرهابيين وداعميهم. قصفت قوة الاحتلال الإسرائيلي محيط معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، وتزامن ذلك مع غارات إسرائيلية أدت إلى ارتقاء عدد من الفلسطينيين شهداء وإصابة آخرين. واستهدفت قوات الاحتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح بالطائرات الحربية والمدفعية، كما أطلقت آليات إسرائيلية النار بكثافة في محيط المعبر. وكثفت قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية قصفها المدفعي والجوي على مناطق شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في ظل حركة لآليات عسكرية إسرائيلية عند السياج الحدودي الفاصل شرق المدينة. من جانب آخر استشهد 5 أشخاص وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي تل السلطان غرب مدينة رفح. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل ضابطين في هجوم بطائرة مسيرة نفذته المقاومة اللبنانية على موقع عسكري في مستوطنة المطلة عند حدود لبنان الجنوبية. وقال الاحتلال إن الضابطين القتيلين ينتميان إلى كتيبة الدورية 6551. وأعلنت المقاومة أنها نفذت هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على تمركز لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة المطلة، مؤكدا إيقاعهم بين قتيل وجريح. كما أعلنت المقاومة أنها قصفت بصواريخ الكاتيوشا مقر قيادة فرقة إسرائيلية بالجولان المحتل في قاعدة نفح بالجولان، ردا على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت فجرا منطقة البقاع شرق لبنان. في المقابل شنت الطائرات الإسرائيلية 5 غارات على منطقة جبل الريحانة وعلى بلدتي عيت الشعب وصربين جنوب لبنان، كما تعرض محيط بلدات حدودية عدة لقصف مدفعي إسرائيلي. وفي خبرنا الأخير، نشرت وسائل إعلام مختلفة نصا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي قالت المقاومة أنه اتفقت عليه، وهو اتفاق من 3 مراحل مدة كل واحد منها 42 يوما. ويوضح النص الحرفي لمقترح اتفاق وقف إطلاق النار مبادئ أساسية لاتفاق بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني في غزة على تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين وعودة الهدوء المستدام. وجاء في الوثيقة المنشورة أن الاتفاق الإطاري يهدف إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة من مدنيين وجنود، سواء كانوا على قيد الحياة أم غير ذلك، ومن جميع الفترات والأزمنة، مقابل أعداد من الأسرى في السجون الإسرائيلية يتم الاتفاق عليها، والعودة إلى الهدوء المستدام، وبما يحقق وقف إطلاق النار الدائم وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وإعادة الأعمار
ورفع الحصار. ختام الموجز وعودة لزملائي باستديو صباحنا غير، رشا وليلى. شكرا لإلك يا نور، وبقيت نهار حلو لإلك أكيد. نحن مستمرين بباقي فقراتنا الصباحية، ورح نروح لفقرة الناس كتير بتحبها بموضوع التنمية البشرية، ودائما نحن بحاجة لتطوير مهاراتنا، تطوير طرق تفكيرنا لحتى نقدر نجاري الحياة وسوق العمل، ونقدر نحل مشاكلنا بكل أريحية، نبتعد شوي عن منطقة الراحة مثل ما سميتها ضيفتنا لليوم، ونروح هيك لنفكر خارج الصندوق. شو رأيك؟ تماما يا رشا، اليوم بدنا نحكي عن التفكير الإبداعي، يمكن هو موجود بحياتنا لكن بنشوف في أشخاص بتستخدمه أكثر من أشخاص. اليوم رح نحكي عن التفكير الإبداعي، كيف ممكن نحن نطبقه بحياتنا الأكاديمية وأيضا بحياتنا العملية. أمور كتير رح تخبرنا عنها الدكتورة فاتن نظام، دكتورة بالعلاقات العامة وتنمية المهارات الحياتية. يسعد صباحك دكتورة. يسعد صباحكم. أهلا صباح الورد. صباح الخير دكتورة، صباح الخير. كيفك؟ تمام إشتاق. هلا اليوم ننضوي على مصطلح التفكير الإبداعي، يعني صح. هو متداول، ولكن نحن كرمال نقدر ننفذه مفروض نحن نتبع أساسيات نتعلم مهارات جديدة. خلينا بداية نعرف شو هو وشو بميزه عن باقي التفكير. تمام. هلا نحن بكلمة التفكير الإبداعي، هلا كثير عالم بس نقول كتفكير إبداعي إنه هاد لناس دون ناس مثل ما تفضلت حكيت. هو الفكرة التفكير الإبداعي هو عبارة عن الأفكار المتجددة، الأفكار الغير تقليدية، يلي هي إنه نحن انفرد بهي الأفكار بالتميز. نعم. أنا بدي أدير بالي نقطة كثير مهمة، أنا ما بدي أقول اختلاف، هو التميز. التميز شيء أنت عندك إياه كثير قوية فيه، عندك كفاءة فيه كثير عالية، وأنت بلشتي تطلعي أفكار إبداعية لهي الأفكار، فإذا هي متجددة، هي أصلية، هي ما لا مقلدة. يعني أنا مثلا إذا أنت عملتي فكرة إبداعية، هي ما لازم تكون هي تشبه فكرة ثانية لأشخاص ثانيين. اثنين، اللي هو عندي كلمة الإبداع، اللي أنا معناتها أنا بدي يكون عندي إتقان بهذا المجال أنا عم بشتغل عليه، يعني مفاتيحه معي. تمام. يعني هو مو أنه مثلا بدي نط من مجال لمجال أو اختصاص لاختصاص، لا، أنا مفاتيحه معي، عندي إتقان له، بالإضافة في عندي شغف لهذا الشيء لأبدأ فيه. لأنه إذا الواحد ما كان عنده شغف بالمجال اللي أنت عم تشتغلي فيه، أو أنت حتى الفكرة أنت عم تشتغلي فيها، ما بتأبدع فيه. صحيح. فأنت هون التفكير الإبداعي اللي هو عبارة نحن صار ضرورة مهمة لكل حدا فينا، كونه نحن عايشين يمكن نقول بضغوطات، بمشاكل معقدة صارت مختلفة عن قبل، فأنت لازم يكون في عندك أفكار خارج الصندوق، جاري الضغوطات 100%. لأنك دائما نحن ما تقول التفكير داخل الصندوق أو التفكير العادي، هو دائما أنت حتفكري ضمن أسلوب اللي هلا قلتي منطقة الراحة، اللي هو أنا بضمن احتياجاتي وأموري منطقة الراحة. ولكن أنا الفكرة بالتفكير الإبداعي، أنا التفكير خارج الصندوق، بمعنى شغلات جديدة ممكن كتير، أفكار جديدة ومتجددة ومكتسبة أنا أقدر عالجها وطورها بما يتناسب مع حل مشكلاتي الجديدة. تماما دكتورة، خلينا نحكي كيف فينا نحول هذا التفكير لنمط حياتنا وشو هي مراحله. أول شيء نحن بنقول ملا جزء العالم. التفكير هو رب العالمين ميزنا عن كل خلائق، هو بالفكر بالعقل، يلي هو أنا أفكر أتفكر بكل الأمور. هذا واحد. النقطة الثانية اللي هي من المهارات اللي أنا بدي اكتسبها لأنه تزيد عندي هاي التفكير، أنه أنا استقبل كل الأفكار الجديدة بمعنى بلطافة. يعني مو أي حدا مثلا اجيك أفكار جديدة مثلا تاخذيها بطريقة سلبية، لا، إذا بتريدي أنا لهون، أنا هيك بفكر، أنا هيك بتعامل، أنا بستقبلها. التقبل أول شيء، بعدين أنا بس أتقبل الموضوع، شو بشتغل على موضوع أنه بعالج هالأفكار بطريقة نقدية وتحليلية. يعني أنا بشوف وين هي بتفيدني، هل هي بتساعدني بهاي الأمور، بمعنى أنا أقدر أتجاوز النقاط اللي يمكن أقول الخطرة أحيانا، أو يمكن أحيانا اللي بتسبب لنا نوع من الأحباط، من نوع من الاكتئاب، بتحطنا بزاوية أنه أنا خسرت الحياة. تمام. هذا كيف ما تكون احنا تفكيرنا داخل الصندوق، يعني عندك خيار واحد. أما ما أنت بلشت أنجي أنه عندك خيارات متعددة، شو بصير عندك؟ راحة، انه انا بلش انه اوكي هاد افضل من هاد، وفي عندي مكسب افضل من مكسب. صحيح. واليوم مو دائما منطقة الراحة موجودة بحياتنا، احيانا بيكون عندك خيار واحد. تمام. تحاولي تشتغلي عليه وتطوري. طب انا اليوم شو بيفيدني اليوم التفكير الابداعي، ان كان بسوق العمل، ان كان بحياتي، ان كان بحل مشاكلي بالبيت بالشغل وين ما كان يعني. تمام. هلا نحن بالتفكير خلينا نقول ببيئة العمل. نحن في كثير عنا عالم اللي هي معودة عليكي بهذا الأسلوب،
بهذا الطبع بنمط تفكير معين، فبصيروا معناتها مكشوفه عندهم نقاط ضعفه، تمام؟ فصار عندنا نقاط الاستفزاز تبعها كثير سهله، وهذا اللي احيانا فجاه بتلاقي عالم تغيرت، فانت بتقولي انا ما تغيرت انا عم بطور بذاتي، تمام؟ نحن في شيء اسمه معادله، اسمه معادله حسن، اللي هي معادله حسن هي حاء والسين والنون. اذا انا مثلا اي شخص بعرف نقاط ضعفه، او انا مثلا هو ببيئه العمل انا بعرف انه هي الصبيه مثلا تستفز بهالقصه، فعندي الحاء هو الحدس، انا بزت كلمه استفز فيها، فعندي النون يلي هي النتيجه، انا متوقع انه هي انا بستفزها من هون هي حتعمل هذا الشيء. امتى هو بصير في عندي نوع من التغيير او التفكير الابداعي؟ هو بالسين، هو الاستجابه. الاستجابه اللي هو انا دائما متوقع انه انا اذا حكيت هالكلمه انا حاخذ رده هالفعل، فعل ورده فعل، يا عيني عليك. اما ما انت تغيري بنمط تفكيرك واسلوب تفكيرك شو بتعطيني؟ غير استجابه. صح. فهون نحن بنبلش نطلق على الاخرين مستفزك، بنقول مثلا هي الشخص مستفز، تمام؟ او مثلا بقول لك والله انت متغيره، شو مغيره بحالك؟ هو انت ما غيرتي، انت غيرتي بنمط تفكيرك واستجابتك للمواضيع. فهذا التفكير الابداعي نحن في عالم كثير بتقول لك انه من وين عم تجيبي هالافكار؟ من وين يعني من وين عم تجيبي هالافكار؟ هي في ناس بتمرق الافكار او الفرص، في ناس بتاخذها، وفي ناس ما بتعني لي، تمام؟ في ناس ما بتنتبه لها، ما بتنتبه لها ليه؟ لأنها هي عايشة بتشويش، هي عايشة هي بنمط تفكير أنه أنا بدي نوع من التلقائية العايشة فيها. فنحن هون الأسلوب التعاطي ببيئة العمل سواء بالحديث سواء بالتعاطي هذا بفيدني كتير، التفكير الإبداعي بأنه أنا أفكار متجددة، التقبل بتقبل الآخرين مثل ما هنين، يعني بمعنى وجهات النظر. نحن امتى بصير عندي نوع من التشنج وبيوقف لي هذا، بصير نوع من التشويش والتفكير؟ اذا انا ما تقبلت الاخر وما انه دائما انه هو بينتقدني، لا بستقبل، استقبل اي كلام بشكل ايجابي بشكل لطيف، وبعدين انت اختار الكلمات اللي بدك اياها المفيده وانجيها بشيء مفيد. التفكير الابداعي اللي هو عباره انه انا دائما ما بكون بمحلي، يعني انا اليوم هون ولكن انا بكره النسخه الافضل من اليوم. هذا الشيء اللي هو انا عم بشتغل على ذاتي بشكل تقويه قدراتي، تاهيلها، تطويرها، كفاءتها. في ناس بتقول لك انه طيب هذا الشيء الابداع هو له، قلت انا له ثلاث مفاتيح، شغفك بعملك، مفاتيحك انت. طب انا هذا الشيء شو بده؟ بده مال، اللي هو عباره انا بدي تطوير الادوات. انا ما بقدر هذا الشخص انه والله بقول لك ابدعي اشتغلي على حالك، طب من وين؟ ما بدي مصاري اللي هي بتخليني انا قوي من ادواتي اللي عندي، فهو معناتها لازم يكون عنده ثلاث ابواب لانا اشتغل على هذا الاساس. طيب دكتوره، اذا بدنا نحكي عن مهارات الابداع، شو في فرق بينها وبين الطلاق؟ اليوم في اشخاص بنقول هذا الشخص طليق بالحكي، عنده يمكن كمان نفس الشيء، في ناس بتقول لك عنده افكار يمكن او عنده طليق بالحديث. خلينا نحكي في فرق بين مهارات الابداع ومهارات الطلاقه. هلا التفكير، لا الطلاقه هو ناتج عن الشخص بيكون عنده مخزون مفردات، مخزون ثقافي، مخزون عنده نوع من الاسم وتلقائيه، تمام؟ بيكون عنده نوع من الطلاقة. التفكير الإبداعي هو أفكار متجددة وهو بيكون الفريد إنه هو عم يتميز فيها. خلينا أعمل أنا وياكم هلأ تمرين، تمام؟ شو رأيك نعمل أنا تمرين؟ بدي من حضرتك هاي الورقة تكني لي إياها تسع وجوه، طب إلي إياها تسعة غشك ولا ما غشك؟ لا ما بدك تغشيني هلأ على الهوا نحن. هلأ هي في أكثر من طريقة يعني. طيب خلينا تسعة؟ تسعة بدي، بدي أنا أطبق لك وجهين مع بعض. طيب خلينا نشتغل معك. انا ما عندي منطقه راحه هون، اي بس هلا انا هذا ما عملت الشرط اللي قلت لك اياه، انا بدي كل وجه بالوجه الثاني هيك، لا كلها كامله. طيب كامله هيك بالطول اخذنا اي واحد. طيب هي عدينا واحد، تسعه بدي هيك صح؟ اوكي اثنين، فيني صغر لك اياهم لبكره. طيب وصل لك للتسعه. ثلاثه ما حتزبط، ثواني لك ثلاثه. اوكي اوكي هذا الرابع، لا ثالث. طيب على الهوا نحن. أربعة خمسة أوكي ستة ثلاثة انزلي هيك سبعة ستة. طيب هذا الشيء اللي نحن بحياتنا هيك نتعامل، هي اسمها مشكلة. شوفي أنا شو عطيتك، عطيتك ورقة صغيرة، تمام؟ هي الورقة الصغيرة اللي هي نحن دائما في عنا بحياتنا، كل واحد فينا بتواجه مشاكل.
أنا عندي أسلوب تفكير وأنت عندك أسلوب تفكير والأستاذة عندها أسلوب تفكير. نحن معودين، شوف شو بدي أحكي، معودين على تفكير داخل الصندوق. مثلا أنا صار عندي مشكلة، عندي عزل، ببكي، بزعل، هذا مين عم يعطيني إياه؟ هذا شو؟ هذا أسلوب حياتي، هذا أسلوب تفكيري. فأنا شو شرطت عليك؟ اللي أنا شرطت عليك هو التسع وجوه، هو أسلوب تفكيرنا يا إحنا متعودين عليه. ولكن هي الفكرة، أنا دائما بدي أفكر خارج الصندوق، بمعنى إنه أنا بقى بدي راحتي. ما أنا بدي أقول لك راحة، بعطيك الورقة الكبيرة بقول لك هي تسعة، أنت برياحتك بتنامي على رياحتك، ولكن أنا حددت لك إياها. فنحن في ممكن كثير، نحن يا منغير الطريقه تمام، او انا بدي غير اسلوب تفكيري. اعطيني فرصه ثانيه. اعطيك فرصه ثانيه. طيب يا نحن بنعملها هيك، بعمل خمسه باربعه تمام، او بصراحه انا بتنيا واحد اثنين ثلاثه اربعه، بد انا بفتحها هي، هذا انا تفكيري، بد بفتحها اربعه خمسه، امتى ما بكون انا مرتاحه، بمعنى انا بهيئ ذاتي بنفسي. يا ما في بخلي شيء اسمه يفرض علي اي تفكير انه انا اتعلق طول عمري انه نفس الاسلوب. فهذا الشيء اللي احيانا في عالم بتقول لك هي شو متغيره، هي مو متغيره، هو انا تغيرت اسلوب حالي. تفكيري حتى النظره. نحن دائما بمشاكلنا بننظر بنظره واحده للمشكله، طلعي من اكثر من زاويه، ثقي تمام، بتبلش ترتاح نفسيا. ما بجمل، انا ما عم جمل، انا عم شوفها من جميع الزوايا. بمعنى انا المشكله النفسيه، وانا هي حابه اليوم اولى، المشكله النفسيه هي اهم مشكله انا لازم حلها، لان هي بتضرب لي كل جوانب حياتي. صحيح. تمام. اما مثلا جانب مثلا اسري، مثلا انا مثلا في عندي مشكله ببيتي كذا، ممكن كثير انا احددها وقدر اتعاطى بعملي. تمام. ليه؟ لان هي ما بتاثر على نفسيتي. اما النفسيه ما تكوني انت متضايقه، اذا قلت لك شو هالشعرات الحلوه، شو قصدك شو هالشعرات الحلوه، فهي الفكره اي كلمه انت حتستفزي. فانا اول شيء بحل الحاله النفسيه، المشكله النفسيه. بس انت طريقتك حلوه يعني، هي بس مشان بتقول انه شقيتي انت نصين، احنا قادرين يعني انت عم غير انت حره يعني. هي افكار متجدده، هي افكار انا خلقتها، هي خليني افكار متجدده، بمعنى انا بقدر اتعاطى بالشيء المستجد، بمعنى برحابه الصدر يلي هو الانفتاح على الافكار الجديده. انفتاح الافكار الجديده هي جدا مهمه. طيب اليوم في ظروف كمان محيطه بالشخص. تماما. انت صار عندي ظروف، اوكي، كل العالم عنده ظروف، في حدا ما عنده ظروف؟ اكيد لا. تمام. بس في عالم اللي هي عم تشتغل وتبدا، وهي معناتها هي عم تقدر تظبط امورها بطريقه متوازنه. التوازن جدا مهم بالشخصيه، معناتها انا اكون شخصيه متوازنه، ما دخل شعبان برمضان وما دخل شيء بشيء. هي كل واحد بعطيه حده، بعطيه اسلوبه، بمعنى انه نحن عايشين كم مره بالحياه؟ مرة واحدة. يا منعيش بطريقة صح. يا طريقة لطيفة وحلوة، وبمعنى ما ننضغط ويقصر عمرنا، أو هي بصراحة أنت بدك تضلك حاطة حمادة هلال، تضلك تبكي وتقولي دايما دموع، بمشي الحال. طيب دكتورة، اليوم كتير في أشخاص يمكن بيقولوا نحن ما بعرف إذا هو هذا الشيء له عمر معين، يمكن في أطفال بيكون عندهم هاي القصة يمكن من صغر، أو يمكن الأهل بينموا لهم إياها، أو بيشوفوا حسب البيئة اللي هنن عايشين فيها. اليوم إذا بدنا نحكي، في أشخاص بيقولوا أنا بعد مثلا هالعمر كل عمري عايشة هيك، هلأ بدي إجي طور هذا التفكير أو غير تفكيري بالحياة. خلينا نحكي شوي عن هاي النقطة. هي نقطة كتير مهمة. نحن ما في شيء للإبداع أو للتعلم أو لأنت تكتسبي مهارة ما له عمر أبدا. ما في شيء ما عليه. هلأ الفكرة يعني أنا مثلا عمري هالقد، أو أنا أسلوب حياتي هلأ طول عمري هيك وتغيرت، شو هي المشكلة؟ وين المشكلة؟ هي نحن المشكلة بتعرفي شو هي؟ هي نحن خوفنا من بعض، مجتمع، خوفنا من الآخرين إنه هي هلأ بعد الكبرى يعني هي أول كلمة تنقال لك. هي الفكرة، طيب أوكي أنا مأذيتك شيء، إذا أنا تغيرت أو أنا طورت بحالي، أنا ضررتك بشيء، بس أنت مالي مأسرة على حدودك أو أنا مأذيتك، فأنت بالنتيجة أنا بقدر اشتغل على هذا الأساس. أما ما أنت بدي تصير أنا تطويري أنا عم بأذي فلان وعلان، فأنا هون لا، أنا هون بعمل إكس، لا أنا بدي وقف. هو أهم نقطة بحياته الواحد أنه ما يفكر بالمجتمع الحوالينه، وأنا وقت بدي طور من حالي ما فكر شو حتكون ردة الفعل. أي عم قلك نحن، هي الفكرة أنه أنا ما فكر أنه أنا ما عم زي حدا، انا عم طور بحالي، عم زيد اموري يمكن الاقتصاديه الاجتماعيه كمكانه، وما عم اقرب على صوب حدا، فامورك بخير.
فبأي وقت بيمشي الحال. أعطينا هيك شوية شغلات بتحفز التفكير الإبداعي عند الشخص. يعني اليوم وقت أنت بتعملي كورس وبتعطي للطلاب أو الطالبات، أكيد في شيء أساسيات بيشتغلوا عليها، أعطينا خلينا نستفيد اليوم من وجودك. أول شيء في عنا نحن شيء اسمه قبعات التفكير الست، يلي هو نحن كل واحد فينا عنده أسلوب تفكير. فنحن التفكير هو أنا لازم بكل مكان يكون عندي أسلوب تفكير. أنا ما عم غير شخصية، أنا مغير أسلوب تفكير. يعني أنا مثلا بمكان معين عندي بزنس معين، أنا ما تفوت على هذا الشغل أول شيء بفوت عليه بنظرة تفاؤلية، نفس الوقت القبعة السوداء اللي هو أنا بدي أشوف وين في عندي عقبة معينة أمور أنه أنا بدي أشتغل عليها، الحسابات بدها تكون موجودة، القبعة البيضاء الخضراء اللي هو بتعمل لي انماء لهذا المشروع، والحمراء بعدوني عن العواطف بالعمل لانه العاطفه خليها بس للبيت والحب للبيت. اما احيانا بصير عندك صدمات، انت بتحبي تمام فانت بيجي عندك العكس بالموضوع. واهم شيء القبعه الزرقاء اللي هو عباره عن الشموليه لاي موضوع، دائما طلع النظر الشموليه، شو بالسفر، لان دائما في شيء اسمه ابدا والنهايه بذهنك، كثير مهمه انه انا اعرف وين رايحه وانه خير ان شاء الله انا ماشي عالسبحانيه. ما في شيء عالسبحانيه، الفوضى ما حلوه، النظام الكون كله في نظام ومسارات، فكيف حياتنا ما تكون بهذا القانون، وهي نحن عايشين ضمن هالقانون الكوني. طب اليوم وقت نحن بدنا نطبقه بحياتنا العمليه وبدنا نطبقه، قديش كمان مهم نطبقه بكل مجالات الحياه حتى داخل المنزل؟ يعني قديش بده ينعكس اليوم على الاولاد؟ خلينا نحكي هيك بلمحه سريعه عن هي هذا شيء كثير مهم، بس انت ما تقول لابنك اذا سالك او حكاكي شيء موضوع او فكره معينه لا تلوميه او مثلا تأنبيه، اسمعي له للاخير، لانه هو انماء التفكير الابداعي هو بالسماع والانصات الفعال اللي هو بخليه الطفل يصير في عنده افكار. يعني هي الفكره هي شو بتكون؟ هي فكره بتتحول لمشروع حقيقي، فكيف ببالك انت عم تحكي مع طفل والطفل يمتلك اسلوب الخيال، بتخيل لك انا كذا وكذا، فانت هون عم تعمل انماء حقيقي للتفكير الابداعي عنده. تماما. هلا المصطلح جدا حلو والموضوع جدا مهم، مهم اليوم نحن نطبقه عن جد بحياتنا، كان عمليا كان بالمجتمع، وما نخاف اليوم من نظره المجتمع. يعني على مبدا بعد الكبره بيقول اي اول كلمه ممكن يحبطوكي فيها. يعني بدنا نتشكر حضورك اليوم دكتوره على كل المعلومات اللي ذكرتيها هيك، ودائما لنا لقاءات بصباحات ثانيه. شكرا لك الدكتوره فاتن النظام، دكتوره بالعلاقات العامه والتنميه المهارات الحياتيه. شكرا لكم، يسعد صباحكم. شكرا لك دكتوره، يعطيك العافيه. أما نحن رشا مكملين بمشوارنا الصباحي، ورح نروح لمحافظة اللاذقية حيث اختتمت بطولية الجمهورية للعبة الشطرنج التي استمرت لمدة 4 أيام وسط منافسات قوية وتحدي في لعبة الذكاء والعقل. تفاصيل أكثر مع زميلنا مصطفى خطور. على مدى 4 أيام منافسات قوية وتحدي في لعبة الذكاء والعقل، ليشهد اليوم الختامي لبطولة الجمهورية للشطرنج في اللاذقية تكريم الفائزين. بالنسبة لبطولة الشطرنج فهي ذهنية بحتة، وأهميتها من النتائج اللي بتعكسها على عقل اللاعبين، سواء كتفكير منطقي أو قدرة على التخطيط واتخاذ القرار، حتى بتعلمهم بعض المهارات مثل الصبر وحسن التخطيط مثل ما ذكرنا. هذه البطولة طبعا قدم إليها من كل محافظات القطر 270 طالب فائزين على مستوى محافظاتهم بهذه اللعبة، مع أهلهم وزويهم ومع أيضا مجموعة من المدربين. البطولة قوية بعدة أمور، أول شيء بقوة الطلاب من جميع الفئات، مواهب جديدة، خامات جديدة، أبطال قادمين، كله في مصلحة الرياضة المدرسية من جهة، الرياضة الأهلية من جهة. كانت بطولة مركزية فيها بطولة مدارس سوريا للفئات العمرية، وفيها بطولة جمهورية أيضا للفئات العمرية، والحمد لله تكللت مساعينا بالنجاح ووصلنا لمشارف البطولة. اكتشفنا عدد من المواهب راح يكونوا مستقبل لسوريا. طبعا كان عندنا 16 فئة بالتكريم، 8 فئات ذكور 8 إناث. أخذنا للترتيب العام مجموع نقاط الفردي للفرق، وبالحصيلة هالترتيب هذا كان المركز الأول بالذكور والإناث للاذقية، المركز الثاني للإناث عم بيكون لحما، والمركز الثالث لطرطوس. بالنسبة للذكور المركز الثاني عم يكون لحما، والمركز الثالث عم يكون لريف دمشق. المراكز الأولى يحصدها المشاركون من محافظات اللاذقية وحما وطرطوس وريف دمشق. حققت المركز الأول على فئة 14 سنة بنات على مستوى الجمهورية.
حلمي اني احقق بطولات اعلى واوصل للعالميه. حققت المركز الاول بطوله الجمهوريه بفئه 12 سنه للشطرنج. طموحي اني اطلع الاول بالعرب وشارك بالبطولات العالميه. ببطوله الجمهوريه اخذت المركز الثالث، وببطوله المدارس اخذت المركز الاول. طلعت المركز الاول، وان شاء الله بكره بالايام الجايه بدي اطلع المركز الاول وبطولات اعلى. مشاركات واسعة ومنافسات قوية تشهدها بطولة الجمهورية للعبة الشطرنج في اللاذقية ولأول مرة بعد سنوات، لتشكل محطة للمشاركة عبر أبطال مميزين في منافسات دولية وعالمية. ومن اللاذقية رح ننتقل لمحافظة حلب، حيث قدم عدد من ذوي الهمم ومن أعمار مختلفة عرضا للأزياء برعاية غرفتي التجارة والصناعة وبالتعاون مع مؤسسة شهيق زفير. حنكون بتفاصيل أكثر مع زميلنا وليد هنايا. برعاية غرفتي التجارة والصناعة بالتعاون مع مؤسسة شهيق زفير، قدم عدد من ذوي الهمم ومن أعمار مختلفة عرضا للأزياء. هيكون عرض متواصل ومعين، يقدم رسالة معينة، قدموا ألبسة هن اشتغلوها، هن عملوها من صنع ايديهم، منسج خيالهم. هذا الشيء صراحه يعني بتمنى نحن ان نقول نحن بكل فخر ان اطفال متلازمين داون او ذوي الهمم عندهم قدرات واسعه، فليش ما احنا ما استفيدنا مثل هذه؟ هن عباره عن 15 طفل قدموا شيء من عندهم، حتى قدموا رسوماتهم. اذا تشوف الرسومات هلا قدام عينك بتلاقي فعلا عنده امكانيات. نحن كغرفه صناعه حلب وانا كشركتي شركه بوديوم قدمنا البسه او تصميم خاص بالازياء اللي ذوي الهمم. طبعا نحن كان غرض من هالمجي تشجيعهم زرع الفرحه بهالاطفال. هي مبادره مشاركه فيها غرفه تجاره حلب، طبعا من ضمن المسؤوليه المجتمعيه، من ضمن دور غرفه تجاره حلب اللي عم تقوم فيه تساهم فيه في المجتمع. اليوم كان لنا هالمشاركه، والحقيقه هي المشاركه الثانيه في مجال عرض الازياء. طبعا لنا مشاركات ثانيه ضمن هذا المجال مع ذوي الهمم في امور ثانيه برمضان، بفعاليات اخرى، سواء بمشاركة بمعارض لدخولهم بسوق العمل. العرض لاقى حماسا وتشجيعا كبيرين من الحضور الذين استمتعوا بجمال الأزياء من تصميم وتنفيذ المشاركين من ذوي الهمم. بسيطة فرحانة، وأنا سيد أرسم قسطان، أنا برسم قسطان وبحيط قسطان، وكثير بسيطة كثير وزيت على هذا مع سرطان سامدي حزين. بدي أقدم عرض أزياء. أنا بحب العرض الحلو، وبقدم رقصة كتير حلوة، ونحن أقوياء ونحن من ننبسط ونفرح قوية. زي أمل بس بحياة تتوقع. المشاركون أكدوا على مدى إصرارهم وقدرتهم على الانخراط في المجتمع رغم إعاقتهم بغية إدخالهم بسوق العمل. جهود تتخذ في سبيل تأهيل أطفال ذوي الهمم عبر تدريبهم ودمجهم بالمجتمع. وليد هناي، الإخبارية السورية، حلب. وبآخر محطاتنا الصباحية لليوم مشاهدينا رح نحكي فيها عن العطاء والعمل الإنساني اللي يعتبر قيمة أصيلة عند السوريين، وأكيد ازدادت قيمته وصار له قيمة مضافة مع ازدياد التحديات اللي عم نعيشها. يا رشا، أكيد يا ليلى، وشهدنا بالسنوات السابقة أهمية العمل الإنساني والعمل التطوعي، وأثبت وجوده بجميع المواقف وجميع الظروف اللي مرقت فيها سوريا. واليوم رح نضوي ضمن فقرتنا على جمعية الأيادي الجميلة اللي موجودة بجرمانة، وهي عم تقدم الدعم لمرضى السرطان. رح نضوي أكثر على هيئة الجمعية على الخدمات ونتعرف عليها من خلال ضيوفنا لليوم، وهي السيدة ماجدة عبيد رئيسة الجمعية. صباح الخير ست ماجدة. صباح النور. أهلا وسهلا بحضرتك. أيضا بدي رحب بالسيدة أمال حسن عضو بالجمعية. أهلا وسهلا ست أمال. أهلا وسهلا بحضرتكم، ويعطيكم ألف عافية لكل الجهود اللي عم تشتغلوا عليها بالجمعية لدعم مرضى السرطان.
أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم، يعطيكم ألف عافية. بداية خلينا نتعرف على جمعية الأيادي الجميلة بجرمانة، نبدأ من عند حضرتك، تفضلي. جمعية الأيادي الجميلة بجرمانة تأسست سنة 2019. نحن كنا منتسبات لجمعية لمسة حنان يلي هي بتعنا بمرضى السرطان. نعم. وخلال تواجدنا بالمركز كان كتير يجي أعداد هائلة من المرضى متعبين جسديا وماديا، وهذا المرض مكلف كتير. صح. أدويته. يعني حبينا نعمل مشروع ندعم فيه الجمعية حتى هي تضل كمان تستمر تدعم المرضى. عملنا مشروع إنه أشغال يدوية، انضم لمجموعة، عملنا فريق مجموعة من 10 سيدات هن فنانين محترفين بشغل الكروشيه، الايتامين، كل شيء فنون يدوية. وهدول الستات تبرعوا بشغلهم تبرع. دعمنا نفسنا بنفسنا وعملنا مشروع بعد موافقة مجلس الإدارة على رأسه السيدة فلك كنفاني، هي اللي كمان شجعتنا وعملنا المشروع. والحمد لله مش الحال، بلشنا فيه شوي شوي لوصلنا إسا صرنا نعمل معارض والحمد لله شغلنا نعرف بشكل كبير. يعطيكم ألف عافية. خلينا نحكي معك ست أمال، نحكي عن هن المشروع الجميل. نحن معنا كليب بس يكون جاهز أكيد رح ننتقل نشوف اليوم أهم الأعمال اليدوية اللي كانت موجودة ضمن المعرض أو ضمن المشروع. هذا كان له أثار خلينا نقول إيجابية جدا. نحكي كيف كان المعرض، كيف كان إقبال الناس، وخاصة وقت بتقولوا اليوم الريع اليمين لمرضى السرطان. احكونا عن أجواء المعرض بشكل عام، تفضلي استعمل. الله يخليكي. المعرض كان كتير مفتح وضاوي وأعمال يدوية جيدة جدا، ونحن كلنا أعضاء الجمعية كل واحد عم تبرر وتفرجي شغلة وتقانتها. في أشغال كنفة، في أشغال سنارة، في صوف، في سنارتين، الحمد لله يعني أشغال كتير مبهرة وحلوة. ولما عملنا المعرض عملنا بأول جرمانة كمان كان عليه إقبال حاد جدا، وناس كتير اجت تشترط الحمد لله. بيض وجهنا وإن شاء الله يكون وجهنا أبيض مع هالعالم كله ومع هالجمعية تحديدا إن شاء الله دائما. بدنا نرجع لعندك سيدة ماجدة، خلينا نحكي شوية. ذكرتي عن جمعية لمسة حنان، خلينا نحكي عن التشبيك اليوم اللي عم يصير بينكم وبين هاي الجمعية. نحن أعضاء فيها، نحن ما عم نشبك معها، نحن أعضاء بالجمعية، أعضاء أساسيين، بس عملنا هاي مثل فريق من ضمن الجمعية. بس نحن منشبك مع جمعيات تانية أحيان بيدعونا على معارض تانية منشارك فيها. ونحن ما توقعنا نوصل لهالنجاح الحمد لله، إنه كتير معارض. إسا عنا معرض 21/6 بحديقة البيئة بجرمانة اسمه معرض الزهور. سنة الماضية عملنا معرض والسنة كمان. نحن بالنسبة لجمعية لمسة حنان نحن أعضاء فاعلين فيها، مو منشبك بس بالمعرض، عطول نحن فيها. وحيكون اليوم ضمن هذا المعرض أيضا أشغال يدوية؟ إيه طبعا، هن كتير في معارض مشاركة ونحن من ضمن المشاركين. طيب رح نتعرف على أعمالكم اللي كانت بالمعرض اللي اشتغلتوا عليه ضمن الكليب، خلونا نشوفه لو سمحتوا. تزامناً مع اليوم العالمي لموسيقى الجاز، أقامت فرقة ديكسيلاند حفلاً موسيقياً بعنوان جاز إن موفيز على مسرح المركز الثقافي الروسي بدمشق. خلينا نرجع لعندك ونحكي اليوم عن أشكال الدعم اللي عم تقدموا حضرتكم بالجمعية. اليوم أي حدا عنده حالة مرضية بالبيت وحابب أنه يتواصل معكم، شو بتقدموا له؟ شو بتحاولوا تساعدوا ضمن الأمكانيات المتاحة؟ هلق في مساعدة مادية لما بيجي لعنا على المركز، طبعا بدنا نجيبه أوراق ثبوتية كمان. بيعطوه مساعدة شهرية، هي يمكن ما كفي كل العلاج بس مساعدة. وإذا كان موجود في مساعدات عينية كمان، وفي تصوير إيكو، في تصوير مامو، في كمان بيوجهوا هن مجلس الإدارة مشكور بيوجه
المريض للمكان الصح، وين يروح وين يجي وين يعني بيساعدوا ماديا وبيساعدوا بيجهدهم انه وين يروحوا وين يجوا ما يتلبكوا. هاي المساعدات اللي بيقدروا يقدموها. اذا في شيء عيني بيقدموا، في بحاجه تصوير بيساعدوا، وماديا كل شهر له بصير معاش بسيط بس انه شيء يساعده ضمن المتاح وضمن امكانياتكم. ضمن يعني الامكانيات اليوم هي الامكانيات حتى الصغيره هي بتعمل دعم معنوي اكثر ما يكون مادي ايضا. مبدأ تحس انه يعني بتحسس الطرف الاخر انه عن جد لسه الدنيا بخير اليوم، في لسه الناس عم تشعر ببعضها. ايه الحمد لله، وحتى في ناس خيرين كثير وبيدعموا كثير، بيتبرع بيتبرع عم يجي معونه وتبرعات الحمد لله كثير كويسه للجمعيه. يعني العالم الحمد لله بتحس ببعضها، مو ما بترك بعضها. تمام. العمل الإنساني واجب وعلى كل شخص. أكيد أكيد. تمام. إذا بدنا نحكي اليوم عن الفئات العمرية اللي عم بتقدموا للدعم، ويمكن الفرق بالتعاطي أو الحالة النفسية اللي بين الأعمار الصغيرة والأعمار الصغيرة الكبيرة بالتعاطي مع المرض. لا الحمد لله ما في عندنا فرق بهيك بالتعاطي ابدا، اي انسان تعبان مريض صغير كبير اهلا وسهلا ما في فرق بالفئات العمريه، نحاول نعالجه يعني نقدمه للمعالجه. سؤالي بالنسبه للحالات هنن حالتهم النفسيه الاعمار الصغيره، هل بتفرق اليوم بتعاطيهم مع المرض بين الاعمار الصغيره بتقبلهم للمرض يمكن، او عندهم حافز لحتى نحن اليوم بدنا نتعافى من هذا المرض؟ الأطفال أكيد يعني بعد ما في وعي كامل بجوز ما ينتبهوا وما يركزوا، بس الناس الكبيرة بالعكس عم تساعدنا وبتقوينا، وهي بتساعد إذا في مرضى صغار بتعطيهم الأدوية بتدلهم على الطريق اللي لازم يسلكوا. لا الحمد لله بيعملوا ندوات توعية يعني كمان قدمهم اليوم هاي القصة اليوم ندوات التوعية اليوم للأهالي. يعني اليوم هذا احنا عم نتعامل اليوم مع مرض صامت يعني اكتشافه ممكن يكون بآخر مراحله يعني لذلك اليوم أيضا بتروحوا لندوات التوعية. استا نحن هي الجمعية، نحن الأيادي الجميلة ما بنتعاطى مع المرضى مثل هن أعضاء الجمعية الأساسيين، مجلس الإدارة لمسة حنان. نعم. هن مجلس الإدارة هو اللي بيتعاطى أكثر مع المرضى، نحن تعاطينا أكثر بالأشغال اليدوية لندعم ندعم يعني هن فيهم يفيدوكم أكثر بهذا الموضوع. نحن بنعمل المعارض الشغل، بنستقبل شغل بنشغل واغلبه تبرع عم بيكون أكيد. لندعم بس التعاطي معهم هدول المرضى مو نحن لمسة يعني اليوم ايضا بيجوا مثل ما بيقولوا بتشوفي حالات انه اليوم في حالات كثير لو كان في كشف مبكر ما كنا وصلنا لهون، كان في وعي توعية هي التوعيه للكشف المبكر صح. حتى في بشهر تشرين اسمه الشهر الوردي عم بيكون في فحص مجاني لاي حدا بحب يفحص للثدي، فحص مجاني لكل حدا بيسجل وبيجي بينفحص بدون اي مقابل، هذا كمان عم تقدمه الجمعيه. طب اليوم اذا بدنا نرجع هيك ونركز على النقطه الاساسيه اللي هي الدعم النفسي، قديش هو مهم لنسب الشفاء اليوم عند كتير. المرضى وقديش يمكن في حالات بتشوفوها قد ايه بتاثر عليهم الحاله النفسيه كتير. والدعم المعنوي بنسب الشفاء كثير. الحاله النفسيه بهذا المرض بالذات في إلى بدها دعم، هي الندوات للدعم النفسي هي غالبا هاي الندوات بتصير ليدعموا نفسيا وبيدعوا عليها المرضى وبيجوا بيحضروها المرضى وبيجوا بيحضروها وأكيد إلى تأثير كبير. هي نصف العلاج دائما بيقولوا يعني خاصة مريض السرطان اللي بيكون عنده جرعات بتكون حالته النفسية. عفوا عنا جمعيتنا كمان عم تساعد بتعليم مساعدة للبكالوريا، دورات تدريبية تعليمية، دورات خياطة تريكو، دورات اختي هون شاطرة بالخياطة وأنا بالتريكو، يعني الحمد لله عم تعلموا عدى الأعمار اللي بيريد. ما في تحديد للعمر، ما في أعمار يعني. اللي بيريد أهلا وسهلا فيه، وما في دفع مصاري للجمعية، مبلغ بسيط كتير لأنها جمعية تعاونية. نحن بنقدمه مجانا الدورة كتير حلو مجانية، بس بيدفعوا رسم صغير وبيروح للجمعيه لدعم المرضى. واليوم انتم عم تامنوا مشروع صغير ايضا للناس يعني من خلال هاي الكورسات اللي عم تشتغلوا عليها يعني غير الدعم الاخر. اليوم وقت بنقول لمسه حنان وحضرتكم، اليوم اي حدا عم بيشوفنا وعنده حاله حب يتواصل معكم، هل التواصل حيكون معكم او مع جمعيه لمسه حنان كرمال اذا قادرين يقدموا له اي دعم؟
للجمعية للجمعية أفضل، بيجي على الجمعية على المركز، مركز الجمعية وبيطلب منهم المطلوب، الأوراق المطلوبة، بقدم لهم كل الدعم. طيب شو العنوان؟ يعني كرمال هيك نعطي تفاصيل أكثر. جرمانة شارع الموقف، هي في مركز الجمعية لمسة حنان، معروفة هي بجرمان، بيقدر وفي هي لكافة الأطياف الأعمار. كثير حلو. طب اليوم إذا بدنا نحكي عن السيدات، انتم كسيدات عم تعملوا هدول المشاريع، ودائما هي المشاريع الصغيره اللي عم بنشوفها وشهدناها رشا كمان صحيح. بالفتره الاخيره كثير يمكن صبايا حتى عم يشتغلوا هي المشاريع الصغيره يمكن ليدعموا نفسهم اليوم، ومثل مردود مادي لهم. اليوم اذا بدنا نحكي عن هذا المشروع اللي عم تقوموا فيه، هو دعم لمرضى السرطان، هل اليوم في سيدات من المرضى شاركوا بهذه المشاريع او حبوا انهم يعملوا شيء لحتى يكونوا مشاركين ايضا بهي المشاريع؟ للسيدات المرضى لا اكيد ما في ناس دخلت جديد معنا، بعدين نحن فئه معدوده معروفين 10 اعضوات وشاطرين بالتريكو وقليل اللي بيجي لعنا ناس جديده، ولما بنشتغل دغري مجهز للمعارض مجهز، يعني صرنا معروفين عفوا. ما في شيء وجوه جديده عم تيجي تساعدنا الا اذا كانت معاوزه متضايقه بجوز نساعدها نعلمها نبعث لها لعندها اختي هون الحمد لله خبيره بهيك شغله عم تبعث لهم على بيوتهم حرام شوي تعبانه ماديا بنساعدها وبنستفيد نحن كمان بنشتغل بتاخذ اجار انه بيساعدها على الحياه يعني كثير باب رزق اليوم ايضا عم يكون في مساعده لفتح باب رزق ومردود مادي ضمن الظروف اللي عم نعيشها. الناس كثير تعبانه والحمد لله عم تنبسط بشغلنا وعم تاخذ انتاجها، بس الحمد لله نحن مو لنحمد بحالنا انتاج ما عندنا، نحن كل ارادنا للجمعيه الخيريه الحمد لله، يعني شيء بسيط بس لنشتري المواد الأساسية اللي قلنا. طيب اليوم رايحين نحن على معرض، خلينا نحكي بلشتوا جهزتوا قديش لازمكم لسه دعم، قديش بتكون وقت لتكونوا جاهزين؟ لسه نحن كل سنة عم نعمل معرض أو اثنين كل سنة، وخاصة بشهر أذار منجهز له كل السنة ومنشتغل فيه. لسه نحن اللي حابين انه يكون عندنا امكانية بعد انه نجيب ماكينات لنا خاصة خياطة نحتاج ندرس خياطة وشغلات يعني أساسية. نعتمد على اللي عندنا ببيوتنا او على الخياطين او على نحن بنتمنى نوصل لهون ان نحن نكتفي بكل الادوات ذاتيا لهالمشروع. هاي اللي نحن بنتمناها، نتمنى الشفاء العاجل لكل المرضى، لكل المرضى ما يضل مريض سرطان بسوريا. أكيد هيك بالختام بدنا نتشكركم على هي الجهود اللي عم تقوموا فيها تجاه هدول المرضى، وأكيد بدنا نتشكر كل شخص عم يقدم دعم لو شيء بسيط لهدول المرضى يعني اللي هنن بحاجة، وفعلا هذا الشيء موجود عندنا، ومثل ما ذكرنا بالمقدمة يعني هي قيمة أصيلة عند السوريين العطاء والعمل الإنساني. شكرا لكم. الله يخليك. شكرا لكم عم تروجوا لمشروعنا وتدعمونا، عنا صفحة الله يكملها معنا ويعطينا اللي لازم نعمله. عندنا صفحة على الفيس كمان اسمها الأيادي الجميلة. أكيد أي حدا اليوم في يفتح صفحة الفيس واليوم يتصفحها ويشوف الشغل يعني واليوم الشغل. إن شاء الله هيك صوتكم بيوصل، إن شاء الله بتكون الأيادي البيضاء كتير، نقدر من خلال صباحنا نوصل صوتكم بتأمين خلينا نقول الاكتفاء الذاتي لتقدروا توصلوا رسالتكم صح لجميع المرضى لتقدموا هذا العمل الإنساني الجميل. كتير اللي مش بحضوركم لليوم بدي أتشكرك لليوم السيدة ماجد عبيد رئيسة الجمعية أيضا، والسيدة أمال حسان عضو في الجمعية. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. ويا ريت كيفنا نحن نقدر نقدم شيء، نحن اليوم عم نضوي على جميع الجمعيات. هذا بيجي على الأعمال. شكرا لكم كمان. هذا يعطيكم العافية. يا هلا. أما نحن ليلى وصلنا لنهاية صباحنا لليوم، إن شاء الله هيك كنا ضيوف خفاف على قلوبكم وبيوتكم وقدرنا نقدم لكم المعلومات اللي بتهمكم بحياتكم اليومية. بقيت نهار حلو لكم، تقضوا مع الناس الصادقين بحياتكم، الناس المحبين، الناس اللي بتخافوا عليكم على طول. أكيد تحياتنا لكم مشاهدينا وين ما كنتوا ورافقتونا بهذا الصباح، كونوا بخير، باي باي. أكيد يعطيك العافية يا رشا، وشكرا لك الأشخاص اللي عم يحضرونا، وأكيد لفريق العمل اللي كان مرافقنا بالكنترول وأيضا بالاستوديو، وأكيد بنتمنى الصحة والسلامة لجميع الناس ولجميع المرضى، وأكيد بقية نهار حلو لكم، تقضوا برفقة الأشخاص اللي بتحبوا، انتبهوا بألف خير، باي.